اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة من الصعيد اللي بوجه له تحية كبيرة من القناة الأولى مزبيرو. الصعيد مشهور بالكشك الصعيدي، باللحمة، بالفراخ، حلو، حادي، أحمر، أبيض وهكذا. الكشك الصعيدي احنا حاطينه معانا على شكل هرب، وهو بالفعل هرب غذائي بمكوناته والعناصر الغذائية اللي موجودة فيه. تحية كبيرة للصعيد. هعمله النهاردة باللحمة والمرقة، هتشوف نعمله مع بعض ازاي، ويا رب يعجب كل الأمهات اللي في الصعيد اللي بيتابعوني. أنا لما بعمل أكلة الأم المصرية شاطرة فيها وبتتقنها بيبقى مرعوب. ليه؟ لأن طبعا دي أنا عمري ما هوصل للطعم بتاع الأمهات في طعم الأكل، مهما كنت شيف، طعم أكل الأم لا يعلى عليه. معانا النهاردة الأطفال الحلوين ممكن يقولك يا ماما أنا مش بحب الكشك، فنعمل النهاردة رز بالخلطة مع الكبد والقوانص والقلوب، حاجة لطيفة كويسة. نجيب كيلو كبد من عند أي فنرجي وبنعمل رز بالخلطة بتركاية الشيف المغازي وتوابلنا مع المكسرات. الحلو النهاردة زلابية، لقمة القاضي، عوامات، لؤيمات، دي مسميات لها كلها في الخليج أو في مصر هنا. هنعملها مع بعض ازاي ونعرف اسرار قرمشه لقمه القاضي اللي هي الزلابيه، ازاي تبقى مقرمشه وما تشربش زيت وتسقيها شربات او تغلفيها بالسكر البودر حسب الرغبه. ما تنسوش معانا النهارده عدل السفره شويه سمبوسه حلوين بالخضار، بما ان عندنا لحمه وعندنا فراخ وكبد، فخلونا نعمل حاجه لطيفه النهارده بدل الجبنه، السمبوسه بالخضار. هنشوف التركايه الجميله ازاي الخضار يتجمع كله جوه عجينه السمبوسه ونحمره في قلب الزيت. تفاصيل زي ما قلت دايما من بدايه الشهر الكريم، رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل. النهارده السر في التفاصيل من الصعيد الجميل، اوعى تروحوا بعيد تاني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف ازاي مع بعض خط سير الحلقه بتاعتنا هيشتغل ازاي. معانا الكشك، هيتطلب مننا اللحمه تستوي علشان نشتغل على شويه المرق، شويه الشوربه الحلوين اللي هناخدهم ونشتغل بهم الكشك، وناخد اللحمه دي نحمرها ونزين بيها الكشك مع بصلايه مقرمشه مخلوطه بقليل من النعناع او التوابل. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مقادير الكشك كالاتي: معانا كشك سليم جاي من الصعيد على هنا على طول، جاي لي هديه مش دافع فيه نكله. معانا كشك منقوع في ميه مغليه علشان ما ياخدش وقت كبير على السوى، ومعانا لحمه ممكن اللحمه دي تكون كندوز او ضاني زي ما انت عايزه، جملي مش هتقول لا. دي مقادير الكشك. بصله حلوه، فصين توم محترمين، وما ننساش قرن فلفل سبايس كده حلوين، لان الكشك بيبقى يعني فيه شويه فيه ايه سبايس شويه. حلو الكلام، بما انها اكله حرشه واكله بيحبوها طبعا الزمن الجميل، والام شاطره في عمايلها، وزي ما قلت لحضراتكم ببقى مرعوب لما بعمل اكله مشهوره ومعروفه زي البصاره، زي الملوخيه، زي الكشك، حاجه المسقعه، الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شاطرين فيها. تعالوا نشوفوا ازاي نساوي اللحمه بتاعتنا وما تاخدش وقت كبير في السوى. معلقه سمنه صغيره كده، معايا بصلايه حلوه بالشكل ده كده، اقطعها جوليان، وبعد كده نحطها في قلب الطاسة أو في قلب الحلة تاخد لون، ننزل عليها باللحمة بتاعتنا بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. حلو، اوعى تنزلي بالثوم خالص دلوقتي، ننزل بشوية بهارات حلوين، ورق لورو، قرفة، حبهان بالشكل ده كده، قرن فلفل حار، تسوية اللحمة، نبدأ نحط تقليبة كده حلوة اهو، وتكون ميه بتغلي عندك، ده الطبيعي في ميه بتغلي اهي، لازم دي معايا كل يوم. الميه دي بتساعدني في ايه يا عم الشيف؟ بتنجزني في الوقت. جاهزه كده، بتحطي فيها بصلايه كويسه، تحطي فيها فص ثوم حلو، جزرايه ماشي، شويه بهارات حلوين، تعملي منها شوربه، تعملي منها اللحمه دلوقتي زي ما احنا شغالين كده. شايفين البصله خدت لون ازاي؟ زي الفل. ننزل باللحمه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. حته لحمه ملبسه زي دي كده، حلوه اهي، هتديني شويه شوربه حلوين. الشوربه دي اعمل بيها الكشك، واخد اللحمه دي احمرها كده في شويه سمنه، وارش عليها رشه فلفل ورشه ملح، يا ويلي بعشقها. وحته اللحمه لما تكون ملبسه باكل الحته الدهنه قبل الحمار. حلو الكلام. نقلب دول كده بسرعه،
هيساعدك في تسويه اللحم ايه دلوقتي؟ اوعى تحط ملح ولا تحط طماطم خالص عشان اللحمه دي تستوي معاك بسرعه، ما تقفش في المطبخ طول النهار. الدنيا صيام ويخلي عدد ساعاتك قليله جدا في المطبخ، سواء بتعملي اكل او حلو. معاك الشيف المغازي سند ليكي في المطبخ. حلو، عندنا الميه بتغلي اهي زي الفل، نسقطها كده. زلزال. استوت اللحمه، خلص الكلام. نخش على اللي بعده، على اللحمه ما تستوي. ايه اللي بعده؟ رز بالخلطه. ازاي نعمله مع بعض سريعا؟ مقاديره على الشاشه. مقادير رز بالخلطه يتعمل ازاي؟ ممكن يتعمل بلحمه مفرومه، ممكن، ممكن يتعمل بكبد وقوانص، ممكن. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. مقادير ايه عباره؟ كيلو كبد وقوانص من عند اي فرارجي على الشارع، حلو الكلام، او من سوبر ماركت، وهنروح بيها على البيت مع كوبايتين من الرز المصري قرفه ناعمه. البهارات بتاعتنا لطيفه وحلوه عشان تاخد طعم، والمكسرات اللي موجوده عندك في الدرج. اول حاجه اللحمه كده زي الفل على النار، هسيبها تستوي، ما اقلقش من ناحيتها لان انا ما حطيتش عليها اي حاجه خالص، لا معجون طماطم ولا ملح. معجون الطماطم او الطماطم بتعرق عمليه السوى بتاعه اللحمه. لحمه تنزلي عليها ميه مغليه بالشكل ده كده، واغطي الحله بتاعتي واسيبها تستوي، دي اول خطوه. طيب الكبد ببساطه خالص، حلو الكلام، عندي الحله دي الجميله الحلوه دي كده، هعمل فيها شويه الرز. فاكرين الحله ديت؟ اهي دي الحله اللي انا شغال بيها وفيها ميه مغليه، بحط سقط فيها الرز المصري بتاعي. اعلي النار دي كده شويه، اكون حمرت الكبد، ده الرز بتاعنا بالشكل ده كده اهو، بينزل في شويه الميه دول اهو مع البصلايه مع الجزره عشان الفليفر والطعم، زي الفل. ده رز مصري عادي بيتسلق. بقلبه. سلقت الرز، بهاراته ايه يا عم الشيف؟ هنشوف دلوقتي مع بعض بعد الرز ده ما يستوي شويه. ده رز مصري اهوت، وعندي فليفر وعندي بوكي جارنيه من الجزر والبصل والاعشاب، حط ما فيش مشكله عشان تسويه الرز. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل السمبوسه بالخضار. تشكيله ده كله شغال مع بعضه علشان الحلقه النهارده فيها تفاصيل كتير. في لحمه بتستوي على النار، في رز بيستوي على النار، الكبد دي هتتحمر تنزل مع الرز، هنشتغل في السمبوسه اللي بالخضار. معانا بسله، معانا جزر، معانا كمان بطاطس، كل التشكيله دي مع بعضيها علشان الف سمبوسه بالخضار. هبدا احط شويه بهارات هنا مع الخضار. هي البهارات ملح وفلفل. دايما السمبوسه اول حاجه بتنزل على المعده بعد التمر، فما تكتريش التوابل فيها. عشان كده السمبوسه بالجبنه اشهر انواع السمبوسه، بتبقى خفيفه ولطيفه على المعده. هنقلب دول كلهم مع بعض، وخلونا نلف لنا ايه 10 15 حبه سمبوسه كده واحنا شغالين مع بعض. في ناس تحب الخضار ده مهروس، انا مش بحبه، انا بحب الخضار تفاصيله كده جوه العجينه. ليه بقى؟ لما بجرش السمبوسه السكريات اللي في البسله اللي في البزله غير السكريات اللي في الجزر، غير البطاطس برضو فيها سكريات ونشويات، فالطعم هنا بيبقى لطيف وحلو تحت اسناني. انما لما بهرس الخضار كله مع بعضه كاني باكل خضار سوتيه، انا مش بحب الموضوع ده. ادي العجينه وادي الخضار، شايفين اهو تشكيله من الخضار، جزر ومعانا بسله ومعانا بطاطس، ممكن تحط كوسه، ممكن تحط بقدونس. الله، اهي واجي عامل عشان دي خضار اهو، بقفلها كده اهو القفله دي. هتيجي تقولي يا شيف مغازي بتقفل معاك ازاي؟ اجيب طبق ابيض كده احطها فيه، بتقفل معاك ازاي على يعني على الواحده؟ ممكن ما تظبطش معانا مثلث. واحده واحده عشان السؤال ده موجود على السوشيال ميديا اهو. تاني مع بعض، ملاحظين حاجه هنا؟ ان انا مغطي العجينه السمبوسه لوقت الشغل، وده الطبيعي. لازم تبقى معانا بالشكل ده كده، مع ان الكيس ده طبعا المخرج مش بيحبه. على الصوره زي ما احنا مع بعض كده كمان لفه تانيه مع بعض خضار واحدة واحدة تفاصيل اهي، تفاصيل بسلة جزر بطاطس، الفها كده شكل مثلث هي الحركة هنا في ايدي كده وبعملها كده حاضر دي وهنا كأنس دي لو وقف عليها مش عمرها ما تفك خالص تاني كمان واحدة حاضر كمان واحدة نفك العجينة من هنا
العجينه لما بتطلع من الثلاجه لازم تتساب شويه عشان تتفك معاك اهو بالشكل ده كده. العد كبيبي صغير بنوتك الحلوه دخلها المطبخ دلوقتي وانت بتلف السمبوسه. تعالي يا حبيبه قلبي يا حبيبه ماما فكي لي العجينه انت دي بس. حلو شفته بس انس الخضار يروح فين؟ هنقليها في الزيت دلوقتي مع بعض ونشوف اذا الخضار طلع لقد مستاهلتني. حلو الكلام. وتعملها بالجبنه بنفس الطريقه دي عجينه واحده. حلو تخينه شويه مش مشكله اهي بالشكل ده كده اهو اهو وانا شغال اهو اهو ودي اخر واحده بالشكل ده كده اهو كمان واحده خلاص. والمخرج الجميل طلعنا فاصل اهو زي ما انا شغال كده اهو اهو. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ازاي تلف السمبوسه بالتفاصيل. اهم حاجه عندك في بوله صغيره كده معلقتين دقيق يا عم الشيف، معلقتين دقيق مخلوطين بشويه ميه، ميه دافيه وتخليهم عندك. خلصت حطها في التلاجة لتاني يوم وتالت يوم وربنا يكتر الأيام الجميلة ورمضان كريم. خلونا نتأخر بعدين ونطلع فاصل صغير مع الناس الطيبة. أهو إحنا بنفطر النهاردة في الصعيد اللحم اللعب لحم كندوز ده على فكرة لحم أهوت مع البصل. هاخد الشوربة دي أعمل بيها أحلى كشك صعيدي معايا رز مصري لطيف في الحلة. خلاص قرب على السوا هنشوف إزاي نعمله مع كبد ومكسرات. أوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع سمبوسة بالخضار. المخرج بيقول لي ايه وانا بلف؟ يقول لي بعد كله يعني لما تنزل الزيت الخضار مش هيطلع بره؟ انا عايزك بقى دي اماره اهي وريها للساده المشاهدين اهو اهو ازاي اهو 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 يا غالي اهو اهو. تحشيها جبنه، تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها دجاج، تحشيها جمبري، تحشيها خضار از يو لايك اهو. كل ده مع بعض زي الفل. معانا زيت بيسخن للزلابيا، هنبدا نشتغل في كبد الفراخ علشان الاطفال الحلوين. حلو. ايه اخبار الرز هنا؟ نبص عليه هو ده اللي انا عايزه. رز المصري جاهز. حلو قوي. نشيل الغطا ده كده هنا. وتعالوا نشوف هنعمل ازاي كبد الفراخ بطريقه بسيطه وسهله. معلقه زبده. في طاسه شديده الحراره. وفص ثوم محترم. حلو قوي. مش هستنى على التوم لما يتحمر خالص. زي الفل تمام. ومعانا قرن فلفل حار شويه. خلي بالك تسالي ولادك بتحبوا الحار حط حار، اسالي ضيوفك بيحبوا الحار حط حار، اسالي حماتك اذا لاول مره بتزورك. تحب الحار يا حماتي؟ عشان هنا عندي حماده بيحب الحار. مش بتحب الحار اعملي طبق لوحدها هي. خلي بالك مش تعملي الاكل حار وتقولي حماده يا تيتا بيحب الحار. طب يعني هي ذنبها ايه يعني؟ ذنبها ان هي جوزتك حماده؟ حلو. ناخد الكبد. اللهم صل على النبي. تتحمر الكبد بشويه بهارات حلوين عشان كده رز بالخلطه. وبعد ما يتحمروا عندنا مكسرات حلوه. ونشوف الطبق الحلو ده هنغرفه ازاي على شكل تورته هتعجب حضراتكم برضو. لازم بتعملي اكله زي اكله الكشك بصاره مسقعه الاكلات بتاعه الزمن الجميل وبتاعه امهاتنا. المفروض هنا اجباري تعملي حاجه للاطفال يحبوها. ليه؟ علشان تبقى السفره ما فيهاش كده ايه منافسه في كل الازواج تاكل من الاكل. لا كيف ده؟ بص عايزه تطير من الطاسه اهي مستنيه الرز ابو خلطه اهي زي الفل لسه ما حطيتش عليها اي بهارات خالص. السمبوسه بتاعتنا اللهم صل على النبي ما فيهاش زيت. اهم حاجه ان السمبوسه تنزل على زيت شديد الحراره. ايه او 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 اللهم اني صايم رمضان كريم. حلو حلو. ممكن تحط جبنه مع الخضار اذا انت حابه بس انا مش حابب. انا عايز لما اكل طعم الخضار الاقي طعم الخضار، طعم الجزر مع الكوسه مع البطاطس وهكذا. ده اول طبق طلع معانا. ادي الكبد اتحمر اهيت. والرز بتاعنا اخباره ايه؟ اللهم صل على شويه رز حلوين اهو بالشكل ده كده اهو. حلو. تعالوا بقى نعمل حاجه حلوه نشتغل في الكشك بتاعنا. اللحمه جاهزه زي الفل. هناخدها نحطها في صينيه وندخلها الفرن تتحمر. لازم تاخد تحميره حلوه كده. انا بحب اللحمه تتحمر وبعد ما تتحمر هي رشه فلفل ورشه ملح
وادخلها الفرن تتحمر تطلع كده لونها برونز حلو اللون الذهبي. ريحه اللحمه السمينه ديت رشه فلفل ورشه ملح وبس، ما تحطش حاجه تانية. خلي طعم اللحمه يبان اذا كان طازه ولا مش طازه. عايز تعرفي اللحمه طازه ولا مش طازه ازاي؟ ما تحطيش توابل كتيره في قلب الفرن كده. درجه حرارته عاليه زي الفل، تمام كله تمام، تتحمر. نبص عليها بقى مخرجنا اهو غاوي فسيخ انت. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقفل موضوع الكشك. حل على النار اهي، شفت التركايه دي بقى والشوربه جاهزه توابلها تمام. ناخد الكشك بتاعنا الله ينطبخ في قلب الشوربه في قلب المرقه الله الله هعمل تركايه حلوه بقى، وانت برضو بيعملها زي كده هتدعي لي. يعني البعض بيحط معلقه دقيق مع الكشك عشان يربط نفسه، لا انت خليك زي الشيف المغازي كده تبقى شاطره في المطبخ. انا عندي رز هنا مسلوق اهو، شفت الرز ده كده ده ما عملتش في قلب الكشك من جور السعيد يسعد في قلب الكشك، خلص الكلام. تديله قوام بقى، الرز المصري بتاعنا غني بالنشويات بتاعته والكربوهيدرات اللي بيفرزها مع القمح، القمح قليل شويه في النشويات لانه قمح مجروش سليم مش دقيق ونسيبه على النار يستوي. ده الكشك هنا بيستوي حلو الكلام زي الفل، ونغطي الحله دي الخطوه اللي معانا. نسيبه بعد الكشك ما بيستوي بنغرفه طبعا، ومعانا بصله زي دي كده متحمره. عايزاه بالطماطم حط طماطم، دي البصلايه بنحط عليها شويه بقدونس حلوين كده، شويه نعناع، بصله هيقيها يعني ما تبقاش بصله كده وخلاص، لا بصله احط عليها عود نعناع حلو، شويه بقدونس حلوين اهو عشان ما يبقاش بقنا ريحته بصل بعد ما ناكله. الجو ده حلو قوي على فكره اهو، ده نعناع اخضر مع شويه بقدونس، وقلبت كده البصله اهي. الكشك ده بعد ما نغرفه دلوقتي هنزينه بالبصله الحلوه دي كده، ومعلقه سمنه بلدي حلوه تقدحيها وتحطها على وش الكشك. هو ده بالنسبه للكشك. نيجي لموضوع الكبده، اخبارها ايه؟ اهي جاهزه زي الفل. هقفلها بقى نحطها هنا. ايه يا شيف اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ونحط معلقه سمنه بلدي. انا عايزك تبقى في المطبخ زي كده ومعانا مكسرات. ايه المكسرات دي يا عم الشيف؟ زبيب، لوز، فستق، فول سوداني اللي عندك كل المكسرات دي على وش الرز بتاعنا، اللهم صل على النبي ونسيح الزبده في قلبيها، ونجيب القالب الحلو ده كده وهنشتغل هنا يا مخرجنا يا مبدع زي الفل. هعمل قالب انا بقى، هعمل تورته بقى اخد الرز ده كده شوف هشتغل ازاي وانت معايا. وادي القالب بتاعي، وهاخد الكبد اللي انا محمرها اهي، اخد الاول شويه رز كده احطهم في الارضيه هنا كده، بعمل جو انا شفت الجو ده كده واخد الكبد دي كده متحمره عينيا العكس حاضر عينيا انا معاك يا باشا تحت امرك ومعانا كبد. قلت لي هات الكنترول، اوديها الكنترول بس بعد الاذان ما تقلقش وادي الكبد متحمره ازاي جميله انا ليه حطيت شويه، بيقول لي ليه حطيت شويه رز في الاول؟ انا عايزك لما تضرب المعلقه يبقى عندك كده ايه طموح انك كل ما تغوص تلاقي حاجه، تلاقي شويه مكسرات هنحطهم دلوقتي، تلاقي شويه كبد، تلاقي قوالب قلوب، يعني جمع قلب قلوب صح ولا قوالب قلوب؟ قلوب قلوب بتاع القلب انت، انا عارف غاوي فسيخ انا، تشتغل معايا بقالك 5 6 سنين واول مره اعرف انك غاوي فسيخ. ايوه ماشي نشتغل مع بعض كده معايا مكسرات بتتحمر، اخبارها ايه؟ السمنه البلدي، فين البهارات اهي؟ شويه ايه بقى شيف للبهارات للمكسرات ديت؟ شويه بابريكا، فلفله حلوه، اوبا اوبا، شويه قرفه ناعمين عشان كده رز بالخلط، قرفه وفلفله حلوه على المكسرات، سنه ملح صغيره على المكسرات، سنة فلفل صغيرة على المكسرات، سنة كركم صغيرة على المكسرات ونقلب المكسرات بتاعتنا دي كده سريعا. اللهم صل على النبي. فين الكشك؟ بص عليه بصة كده بيتدلع
مستني اللحمه الهوبر اللي في الايه الفرن. شفت المكسرات ديت؟ في السمنه البلدي كده زي الفل. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، راحه فين المكسرات دي؟ رمضان يعني مكسرات، رمضان يعني قمر الدين. ناخد المكسرات دي ونحطها هنا شويه كده عشان اللي ينزل تحت يلاقي مكسرات، والباقي هنحطه على الوش بعد الغرف ان شاء الله. زي الفل. وناخد بقيه الرز. دي تورتايه بقى، سميها تورتايه ايه؟ الشيف المغازي. كر الرز ده هينزل. ونكبس عليها جامد كده بس بعد ما نغرفها بليز. شفت الجو ده كده؟ رز بالخلطه. اوبا. وحاجات بسيطه يعني، الاكسسوارات دي لازم تكون عندك في المطبخ. وفري من المصروف الشهري، بلاش تجيبي ذهب وتحوشيه. جيبي الحاجات الحلوه بتاعت المطبخ دي، هيجيب الذهب الكتير خلي بالك، لان الراجل لما يلاقي السفره كل يوم حلوه هيجيب هدايا، اكيد هيبقى فيها هدايا. هنغرف كده مع بعض. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا مكسرات يا عم الشيف اهي. الله. خدني فاصل بقى صغير كده عشان نرجع لموضوع الكشك وحكايه الكشك من الصعيد الحلو اللي انا بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف الزلابية العوامات لقمه القاضي مع كشك صعيدي لطيف وحلو طعمه جميل جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. جاب الرز بالخلطه، شويه المكسرات خدت بهارات لفتوا نظري. قالوا حطيت ايه يا شيف تاني؟ حطيت فلفله حلوه اللي هي البابريكا، فلفل اسود، وشويه قرفه ناعمين، كل ده على المكسرات، وحمرتهم في سمنه بلدي. الطعم هنا بيختلف. هنا الكشك بقى خلاص لحظه الولاده. حلو الكلام. الكشك الصعيدي الحلو عملته بلون الشوربه. عايزاه احمر هتحط احمر، اللي هي صوص الطماطم او معجون طماطم. انا عايز اللون ده بصراحه. تفاصيل الكشك هنا قدامي، تعالوا نغرفه مع بعض بقى بسرعه. تمام اهو. خلي بالك هنا بقى، لو انت بتغرفي الكشك تكوني مجهزه البصله الحلوه المقرمشه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، بيتكلم صعيدي. زي الفل. ونسويه كده لسه ما خلص. البعض بيعمل ايه بقى؟ بيحط عليه سمنه بلدي كده مقدوحه بتبقى حلوه قوي. بس احنا في رمضان وانا عندي حته اللحمه في الفرن هتديني دلوقتي شغل عالي قوي. شوف انا هعمل ايه. يعني انا دايما بختلف عن الاخرين علشان نلفت الانظار ويبقى احنا لينا ايه تركايه. ادي البصل اهو بالشكل ده كده، ونخليه على جنب للي عايز. نجيب اللحمه الحلوه بقى من الفرن. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي، هو ده اللي انا عايزه. ده اللي انا بدور عليه. نبص ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. شفت اللحمه؟ يا ويلي يا ويلي، دي فين؟ نعمين. كشك الصعيدي بيتكلم مصري. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ حلو تمام، الله يبارك لك. زي الفل. لا لا، ده مبقاش كشك، ده انت مدلع اخر دلع يا عم الشيف. طبق فيه كل حاجه بندور عليها. حته لحمه حلوه ملبسه هتلاقيها، بصلايه مقرمشه هتلاقيها، طعم الكشك وطعم الصعيد وشهامه الصعيد ورجوله الصعيد وجدعنه الصعيد هتلاقيه في قلب الطبق ده. اللهم صل على النبي. نخش على اللي بعده. اللي بعده زلابية، عوامات، لقمة القاضي، لؤيمات، دي المسميات بتاعتها. العجينة عجناها، نشوف نعملها ازاي مع بعض سريعا كده. حلو الكلام. ونروق الدنيا ونروق الزيت اهو.
اللهم صل على النبي. ونجيب معلقه صغيره عشان حته الزلابية تطلع صغيره، ونجيب بوله صغيره فيها زيت او فيها ميه. ليه يا عم الشيف؟ هقول لك دلوقتي حالا. ليه؟ علشان تسلك لك العجينه من ايدك. واحنا شغالين مع بعض. عجينه الزلابيه تتعمل ازاي؟ هو ده الكلام. لا تجيب لي التخميره بتاعه الزلابيه، جيب لي التخميره. لو العجينه ما اتخمرتش معاكي وطلعت فقاقيع بالشكل ده، اعرفي ان هي مكتومه. يعني ايه مكتومه يا شيف؟ يعني الخميره ما اشتغلتش، يعني الخميره واخده رطوبه، يعني الخميره انت حاطه خميره بعينيكي وشايفاها وحاطه عليها سكر زي ما قال الشيف المغازي، بس ما اشتغلتش. ليه؟ مركونه بقالها فتره عندك في التلاجة او في ادراج المطبخ. الخميره لو خدت رطوبه بيوقف تعاملها او بتوقف مفعولها. لازم تعرفي ان هي شغاله ازاي. اول ما تحط عليها السكر وتحط عليها ميه فارت تبقى الخميره شغاله، ما فارتش وادت رغوه تبقى الخميره مش شغاله، وهكذا. الخميره هنا شغاله. بص الاول العجينه كده اهي، شفت؟ جيب لي التفاصيل دي. الله يبارك لك يا شفيق. غاوي الفسيخ انت. شفت العجينه؟ اللهم صل على النبي. هبطت اهي. هترجع حته صغيره خالص. ده اللي انا عايزه. قول لنا ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت حطيته في الزيت ده يا شيخ؟ عايز تعرف؟ تدفع كام؟ ما هاتش معايا. انت كنت فين بقى؟ قول لي اللي انا حطيته في الزيت دي حاجه جديده يعني. يعني انا بحمر زلابي، ايه اللي انا حطيته في الزيت ده؟ ايه؟ نعناع. نعناع يا بتاع النعناع يا منعنع انت، دينا رمضان. نعناع فعلا. انا الزيت عندي لقيته شديد الحراره. ست الكل طبعا كلمتني كلامها الحلو ابهرني، خلى عقلي يغيب. عملت ايه يا عم الشيف؟ خدت عود نعناع اخضر من جنب كده وجيت ضربه في قلب الزيت. ممكن تتعملي زيي برضو، ممكن عندك سلايز ليمون تحطيه في قلب الزيت وهكذا، ممكن تجيبي برتقال وتحطيه في قلب الزيت وهكذا. شفت العجينه بتتحمر وتضرب. صلى على الحبيب قلبك يطيب. مقادير الزلابيه على الشاشه. قد ايه يا شيف؟ كوبايتين دقيق. كل كوبايه دقيق يا ست الكل تاخد معلقه نشا وانت مغمضه كده. كل كوبايه دقيق تاخد معلقه نشا. هتجيبي لي كوبايه العصير بتاعه القصب بقى الكبيره والعيار الكبير؟ لا لا لا، الكوبايه دي لما تحط كيلو دقيق في كوبايات يجي اربع كوبايات، تبقى هنا كوبايه دقيق. حلو، تحط معلقه نشا. دي المقادير. انا دايما في الحلويات بدل حضراتكم المقادير بالعيار. حلو، وتحط مع معلقه النشا دي يا عم الشيف رشه ملح صغيره ومعلقه سكر والخميره، وتعجين العجينه بتاعتك بميه دافيه اذا انت مستعجله زي كده، ومعاكي مخرج كده واقف على ايه، يلا 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 وهكذا. واتحمرت العجينه اهيت وانا شغال، مع ان بطيء شويه علشان انتوا عارفين بشتغل على الهواء. وحريص كل الحرص. بملى الطاسه كده الاول وبعدين اقلب العجينه. شفت الجو ده كده؟ دايما المعلقه بتنزل في زيت، يا اما زيت حار كده مفيش مشكله، خايف على ايديكي حطها في الزيت البارد اللي جنبك ده زي ما انت عايز. كده كفايه، كده كفايه. سلك ايدي عشان خلصت. زي الفل. واشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي. وعندي طبق اطلع فيه زي ده كده، وبمغرفه ما عدتش الا على بصل ولا توم. خلي بالك، قول لي بتحب تاكل الزلابيه دي ازاي؟ تعوم في الشربات ولا تغلفها بالسكر البودر؟ اللي يقول لي بيحبها ازاي يتصل بينا ويقول لنا دلوقتي، هنقدمها له زي ما هو عايز. الزلابيه لقيمات، لقمه القاضي، العوامات. تحبوا تاكلوها غرقانه وعايمه في الشربات ولا بالسكر البودر عليه سنه قرفه ناعمه؟ الله الله. هنقلها على الزيت الشديد ده عشان ينجزني. يلا. تحمر، تطلع تلاقي الشربات زي الفل. اللهم صل على النبي. ده شربات اهوت، عياره كالاتي: كوبايتين سكر بياخدوا كوبايه ميه، نص ليمونه، عود قرفه، يغلى على النار لمده 10 دقائق او 8 دقائق. ده الشربات بتاع الزلابيه، هو نفس الشربات بتاع الكنافه، هو نفس الشربات بتاع بلح الشام. انا ممكن باكلها بسكر بودر او ان انا احط عليها سكر خشن عادي وهي سخنه، احبها كده. بس لازم تتحمر. معانا شويه الزلابيه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هتقول لي الخضار ده ايه؟ عود نعناع. ده الجديد، دي التفاصيل اللي عندنا اللي بنشوفها على القناه الاولى.
احط عدني عينها اخضر لحاجتين. رقم واحد بيشيل الزناخه بتاعت الزيت اذا انت محمره فيه بطاطس او حاجه قبل كده. تاني حاجه بقى والاهم اللي انا حطيته الهدف ان هدم الروع الزيت. الواحد لما بيبقى معصب بيعملوا عصير ليمون بالنعناع. الزيت لما يعصب هديه بعدن عينها اخضر وتحمري فيه اللي انت حباه، بلح الشام او زلابيا او لقمه القاضي. زي ما قلت لحضراتكم رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. احنا كمان عندنا في رمضان القناة الأولى السر في التفاصيل، ومطبخنا أكلة أمي بيناقش وبيخاطب كل فئات المجتمع من شرقها لغربها، حتى في الصعيد النهاردة بنفطر مع حضراتكم. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. Thank you.